السلام عليكم وكيف حالكم جميعا؟ هيا ندرس اللغة العربية للصف الثاني تحت الموضوع أحب أسرتي. صفحة 42. أهداف التعلم: القدرة على محاكاة قراءة التراكيب وترديدها وقراءتها قراءة صحيحة من حيث النبر والتنغيم. هيا نقرأ معا. Mari kita membaca bersama-sama. Man haza, haza abun. Man haza, haza jaddun. Ana ibnun, haza akhun. Ana ammun, hazihi usrati. Maratan ukhra. من هذا؟ هذا أب. من هذا؟ هذا جد. أنا ابن. هذا أخ. أنا أم. هذه أسرتي. طيب ثم من هذه؟ هذه أم. من هذه؟ هذه جدة. أنا بنت. هذه أخت. أنا أمة. هذه أسرتي. طيب مرة أخرى. من هذه؟ هذه أم. من هذه؟ هذه جدة. أنا بنت. هذه أخت. أنا أمة. هذه أسرتي. هيا ننشد معا عن اللحن نيني نيني سي بونكو تيغا. شكرا، مع السلامة وإلى اللقاء.